بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا أيها الأحباب الكرام هلال شهر شوال لعام 1440 من هجرة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. رغم أن الأجواء فيها قتر وفيها شيء من الغبار، لكن الهلال واضح بحمد الله عز وجل. ونحن اليوم أيها الكرام الفضلاء الأربعاء لاثنين خلونا من شوال 1440 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين رؤيتنا صحيحة وسديدة وهو واضح كما ترونه أيها الكرام الفضلاء. فنسأل الله عز وجل أن يهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. آمنت بالذي خلقك ربي وربك الله، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.